القيروان اجتماع اللجنة الجهوية لإسناد التمويل العمومي للجمعيات. الجامعة الوطنية للصحة تعرب عن انشغالها من إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاطها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها للمترشحين هي حملة ممنهجة لتشويه المترشحين. رئيس الجمهورية قيس سعيد في زيارة غير معلنة لمركزية الحليب بسليمان. ودكتور رياض دغفوس يؤكد بأن المتحور الجديد من فيروس كورونا أكثر خطورة من بقية المتحورات. إلى تفاصيل النشرة، والبداية بالشأن الجهوي، وأنه في إطار العمل على تحسيس الفلاحين على أهمية الانخراط صلب هياكل الفلاحية، منظمة قامت دائرة التمويل والتشجيعات اليوم الاثنين الخامس من ديسمبر الجاري بيوم تحسيسي بمنطقة طرابلسية من أولاد علي من عمادة التذريعات معتمدي تسبيخة، وذلك للتعريف بالنظام الأساسي النموذجي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وأهميتها في تقريب الخدمات للضغط على كلفة الإنتاج وترويج منتوجات الفلاحية. وجهويا ايضا اجتمعت اليوم الاثنين اللجنة الجهوية لاسناد التمويل العمومي للجمعيات بحضور والي القيروان محمد بورقيبة والمعتمد الاول وكاتب عام الولاية واعضاء اللجنة للنظر في ملفات الجمعيات الرغبة في الحصول على التمويل العمومي للجمعيات، وقد تمت الموافقة على الملفات التي استوفت كافة الشروط. وصحيا أعربت الجامعة الوطنية للصحة مساء اليوم الاثنين في بلاغ لها عن انشغالها من إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة الأدوية بالجملة إيقاف نشاطها بداية من اليوم بكامل تراب الجمهورية بعد تمسك سلطة الإشراف بعدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة الأدوية بالجملة لسنة 22 و2000. كما عبرت الجامعة الوطنية للصحة عن مساندتها للغرفة ولمنظورها. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لا تتعلق في أغلبها بمترشحين الانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ليوم 17 من ديسمبر 22 و2000، وهي تتنازل في إطار حملة ممنهجة قصد تشويه العملية الانتخابية وترذيلها بهدف التأثير على المشاركة في هذه الانتخابات. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الاثنين الخامس من ديسمبر الجاري زيارة غير معلنة إلى مركزية الحليب بسليمان، وذلك في إطار متابعته لإشكالية فقدان مادة الحليب. قال مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوس اليوم الاثنين بأن المتحور الجديد من فيروس كورونا المنتشر حاليا في بعض الدول الأجنبية ليس أكثر خطورة من بقية المتحورات، ولا يحمل أي خاصية ملفتة للنظر من حيث طبيعة أعراضه. وبين دغفوس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا المتحور الجديد وهو بصدد الانتشار حاليا في العديد من الدول الأوروبية وخاصة في فرنسا، أن 50% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا مصابة بهذا المتحور، بالإضافة إلى تواجده في كل من إفريقيا وخاصة نيجيريا وفي بعض الدول الأمريكية. خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم الاثنين بين العسكريين وقوى سياسية متعددة لتدشين مرحلة انتقال سياسي جديدة. وجاءت المظاهرات استجابة لدعوى ناشطي لجان المقاومة التي طالما رفضت التفاوض مع العسكريين منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي ضد قرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. نهاية النشر الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. القيروان اجتماع اللجنة الجهوية لإسناد التمويل العمومي للجمعيات. الجامعة العامة الوطنية للصحة تعرب عن انشغالها من إعلان الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة الأدوية بالجملة إيقاف نشاطها. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد بأن مقاطع الفيديو والصور التي يتم تداولها للمترشحين هي حملة ممنهجة. ورئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي زيارة غير معلنة لمركزية الحليب بسليمان.
نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.